زمن هنا باست او ماضي. انهي كلمات ديت زي كلمه يسترداي اللي هي امس امبارح، كلمه ago معناها منذ، كلمه last last week last year last month last ومعاها فتره زمنيه، كلمه last ديت برضو تعبر عن الماضي. in the past، in the past في الماضي برضو بتعبر عن الماضي. كلمه once، once يعني ذات مره. كل الكلمات دي اشوفها اعرف ان التنس عندي هنا ايه باست في الايه في الماضي. ماشي ماشي، ماضي يبقى دلوقتي اعرف الجمله ازاي ان هي باست. بعض الكلمات اسمها كي ووردز، الكي ووردز ديت زي yesterday lost in the past ago once، كل الكلمات دي اشوف اعرف ان الزمن عندي ماضي. طيب احنا اتفقنا ان اي تنس اي زمن هناخده عندي حاجه اسمها الفورم. الفورم يعني شكل الفيرب، شكل الايه الفيرب. طيب انا عشان احول الفيرب للماضي بعمل ايه؟ بضيف له اي دي، يعني play أو بقيت played. ما احنا هنجيبها واحدة واحدة، play بقيت played، watch بقيت watched، واتد خلاص wash بقيت washed، pig بقيت واش pet. قال لي تاخد بالك بقى من حاجة، وانا بضيف الاي دي ولقيت الفعل اخره ايه، في الحالة ديت بضيف دي بس، ما ينفعش اضيف في اتنين ايه، يبقى انا اصلا عندي ايه في الفعل، اروح ضايفة دي بس. واخد بالي من حاجة تانية، لو الفعل منتهي بواي قبلها ساكن بتقلب الواي الى اي واحط الاي دي بتاعتي، زي الفعل study studied، لما اجي احوله للماضي بقلب الواي اي وبعدين احط الاي دي بتاعتي. يبقى في افعال بتضاف لها اي دي، افعال بيضاف لها دي، افعال بيضاف لها اي اي دي. اوكي، يبقى اوكي الفورم بتاع الفعل بيبقى شكله ازاي؟ بيضاف له اي دي او دي اي او دي اي او اي دي دي، او اي اي دي دول الثلاثه الايه الريجولار المنتظمين. نيجي الرابع، شكل الفيرب بيبقى اسمه irregular. irregular يعني غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني قال لي لا، شويه افعال كده عندي ما بيتبعوش القاعده دي، لهم قاعده لوحدهم. طب القاعده ايه؟ ان شكل الفعل بيتغير، كل فعل وله شكل في الماضي. زي go الماضي منها went، غيرنا الكلمه تماما. زي find الماضي منها found، زي do الماضي منها did، زي have و has الماضي منهم had، زي is الماضي منها was، زي are الماضي منها were. الحاجات دي كلها اسمها irregular غير منتظمة. يبقى الفورم بتاع الفيرب عندي له كذا كذا شكل. أول فورم we add ed، نضيف ed. تاني فورم we add d، بنضيف d. تالت فورم we add ied. رابع فورم ال irregular verbs، الأفعال الغير منتظمة اللي هي لازم نحفظها، ده ملهاش حل غير الإيه؟ غير الحفظ. تمام؟ أشوف الأشكال ديت للفعل أعرف إن الزمن عندي هنا إيه؟ past. يعني عايزة أقول أنا رحت في مكان، هقول I go ولا I went؟ هقول I went. أنا زرت حد، هقول I visited. أنا لقيت حاجة، I found. أنا عملت حاجة، I did. كل الحاجات ديت في الباست، فلازم أحول الفعل للباست. أشوف الفعل بيتبع أنهي قاعدة، بيتبع قاعدة الإي دي، أحط له إي دي. طيب منتهي بإيه؟ يبقى أحط له دي بس. منتهي بواي وقبلها ساكن أحط له أي، إي دي وأحذف الواي. غير منتظم أجيب الشكل بتاعه اللي هو التصريف الثاني بتاعه، شكله عامل إيه. وده شكل الفعل، الفورم بتاع الفعل. يبقى في التنس، اي تنس اي زمن هاخده لازم ابقى عارفه الكي ووردز، الكلمات الداله اللي احنا قلناها في الاول، yesterday ago lost in the past once. يبقى عرفت الكي ووردز، الكلمات الداله. تاني حاجه الفورم، الفورم اللي هو شكل الفعل، عرفت شكل الفعل مضاف اليه اي دي، دي اي اي دي الريجولار فيرب، فعل غير ايه؟ غير منتظم. عرفت شكل الفعل. نيجي بقى لتالت جزئيه، النفي. طب انا عايزه انفي الجمله في الباست، عايزه اقول انا ما عملتش كذا. انا قلت انا ذهبت، هقول انا لم اذهب. انا فعلت، انا لم افعل. لم دي هتبقى عندي شكلها ايه؟ didn't. قال لي didn't زائد المصدر، وركزي بعد didn't لازم الايه الانفينيتيف،
didn't بعدها الانفينيتيف على طول، ما تجيش تحطي didn't وتجيبي لي فعل ماضي، لا didn't بعديها الانفينيتيف. زي لما كنا بناخد البريزنت سيمبل المضارع البسيط وقلت لك don't و doesn't بعديهم الايه؟ الانفينيتيف. نفس الكلام و didn't كمان بعديها الايه؟ الانفينيتيف. نركز على الجزئية دي كويس قوي. يبقى don't doesn't didn't الثلاثة دول followed by infinitive بيتبعوا بالإيه؟ بالinfinitive بالمصدر، ما ينفعش أجيب بعديهم فعل متصرف خالص. تمام؟ يبقى عشان أقول أنا ما ذهبتش أو أنا لم أذهب هقول أي إيه؟ I didn't go، ما ينفعش بقى I didn't went. أنا لما قلت أنا ذهبت قلت I went، طب انا لم اذهب يبقى I didn't go، برجع الفعل الايه لاصله تاني، بجيب الاصل بتاعه ايه، الاصل بتاعه تاني. تمام كده. طيب انا عايزاكي تقولي انا ذاكرت انجليزي امبارح، كوني لي الجمله يلا كده. انا ذاكرت انجليزي امس. I studied، لا Started. لا studied ها. then Studied English English yesterday. yesterday. I studied English yesterday. طيب أنا ما ذاكرتش إنجليزي إمبارح. I didn't study ها ركزي English yesterday. ركزي بعد didn't إيه؟ الحاجة اللي أنا عمالة أقول لك ركزي عليها. ركزي بعد didn't إيه؟ I didn't إيه؟ المصدر الانفينيتيف برافو، هتبقى او didn't ايه؟ الانفينيتيف رجع الفعل الاصل، هو اصله ايه؟ استاذ study. يبقى بس بقت خلاص I didn't study، يبقى I didn't study English yesterday، انا ما ذاكرتش انجليزي امبارح. انا تمام. زرت جدتي الاسبوع السابق. اي visited my grandma لا last week. برافو، Last week. I visited my grandma last week. طيب انا ما زرتش جدتي الاسبوع اللي فات. I didn't visited didn't my ايه؟ grand ركزي didn't visited ليه حاطه الايد ليه؟ مصدر، مش انا اتفقت don't doesn't didn't followed by infinitive. انا ماشي. عارفه ان الفعل عندي هنا الزمن عندي باست ماضي، ولكن did خلاص حلت لي محل الماضي، هي did هنا عندي ماضي، يبقى اجيب الفعل في الايه؟ في الانفينيتيف. يبقى didn't ايه؟ Visit didn't visit. فهمتي؟ my مفيش عندي didn't، مفيش عندي didn't، هات الفعل في الماضي. I visited my grandma last week. تمام. طب قلت لي didn't، قلت لك ان في، يبقى خلاص تجيب المصدر بقى. يبقى I didn't visit. تمام تمام كده؟ طيب تمام أنا كنت سعيدة أمس. اي خدي بالك بقى في حاجة، أنا عندي في أفعال أساسية، إحنا كنا اتفقنا قبل كده، قلت لك في حاجة اسمها فعل أساسي وفي فعل مساعد اللي هو فيرب تو بي. ساعات بستخدم فيرب تو بي كفعل لما ما يكونش عندي فعل أساسي. لما أقول أنا كنت، أنا كنت، الفعل يكون اللي هو إيه؟ اللي هو فيرب تو بي اللي هو إيه؟ آم وإز وآر. قلت لك الماضي منهم بقى بجيب الباست منهم الماضي. am وإز الماضي منهم was، هتبقى I was. يبقى verb to be الماضي منه was و were. was للمفرد و were للإيه؟ للجمع. يبقى أنا كنت، يبقى I was. ها كملي بقى، أنا كنت سعيدة أمس. I was happy yesterday. yesterday. I was happy yesterday. طيب بقى أنا عايزة أقول أنا لم أكن سعيدة أمس.